في رمضان دي فوا نكون داخله طريق ننساها نكون راح نشري حاجه نوصل حتى للدار ما جبتهاش ما نتفكر دايخه شغل دايخه بزاف ولكن المواقف المحرجه عبا كي تجيك انا الكوفيد ما نفكرش تمتم صراولي صوالح في العمل خاصه في كل لايفات هكذايا الناس اللي تعيط لك دي فوا 3 سوايع ولا ساعتين لايف وكذا يعيطوا لك ناس يزيدوا يدوخوك.